السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة متجددة من نسمات. في هذه الحلقة نطرح موضوعا جديدا. الصحافة لها وسائلها التي عن طريقها تنشر فكرا ووعيا وتنشر أخبارا وأحداثا، ولكن هل يستطيع المواطن العادي أن يكون صحيفة، أن يكون صحفيا، أن ينشر فكرا، أن ينشر صورا، أن ينشر أفلاما؟ المواطن الصحفي، هذه الظاهرة هي موضوع حلقة اليوم من نسمات، ويسعدنا أن يكون ضيف هذه الحلقة هو الأستاذ فتحي عبد الستار، رئيس قسم الدعوة بموقع إسلام أونلاين سابقا. أهلا وسهلا أستاذ فتحي. أهلا بك. ظاهرة المواطن الصحفي، كيف ترصد هذه الظاهرة؟ والله يعني ظاهرة المواطن الصحفي بدأت تظهر منذ أن ظهر الإنترنت في العالم، وطبعا يعني هذه الظاهرة انتقلت إلينا كما تنتقل كل الظواهر. هي تبدأ في الغرب أولا، ثم تنتقل إلى الشرق الأوسط وإلى العالم العربي بعد ذلك، وذلك تبع لانتقال التقنية. فالتقنية تظهر هناك أولا، والوسيلة تظهر هناك أولا، ثم تنتقل إلينا، فبالتالي تظهر الظاهرة في البلاد التي تخرج منها هذه التقنية، ثم تنتقل بعد ذلك إلى بلادنا. ما لا تستطيع وكالات الأنباء العاملة في المجال، ولا الصحف السيارة، ولا القنوات الفضائية، ولا غيرها من وسائل الإعلام الكبرى التي لها مراسلون ولها يعني مكاتب في أرجاء العالم، أن تنقله، ينقله هذا المواطن البسيط بكاميرته البسيطة التي ممكن أن تكون على جواله أو على يعني هاتفه النقال، أو من خلال كاميرا تنقل صورا فوتوغرافية لم يراها غيره، أو لم يراها إلا أناس قليلون جدا، ولكن ينقلها يعني بعد ذلك إلى العالم كله يراها، فتفضح أشياء وتكشف أشياء وتغير أشياء لم تكن لتتغير إلا بفعل هذا المواطن. إذن في ظل القيود الموضوعة على بعض وسائل الإعلام في بعض الدول، هل نستطيع أن نكسر هذه القيود عن طريق المواطن الصحفي؟ نعم بالطبع، يعني هي تم كسرها بالفعل، لأن يعني بعد انتشار ظاهرة الفضائيات كل يوم تخرج علينا فضائية جديدة، ولم يعد هناك إمكانية في التحكم في كل المواد التي تبثها كل تلك الفضائيات، حتى أنه في بعض البلدان التي قد تضع قيودا معينة على بعض الفضائيات أو على بعض وسائل الإعلام، فالذي لا يستطيع أن يخرج فضائية في بلد ما يستطيع أن يخرجها من بلد آخر. الذي لا يستطيع أن يصدر صحيفة في بلده يستطيع أن يستصدر لها يعني ترخيصا من بلد أخرى، وهكذا. الذي لا يستطيع أن يفعل هذا ولا ذاك فعنده الإنترنت يستطيع أن ينشر عليه ما يشاء بدون قيود وبدون أي مشكلات. فبالفعل تم يعني كسر هذا الحصار الموجود على وسائل الإعلام بشكل كبير، وظاهرة المواطن الصحفي ساهمت بشكل كبير جدا في هذا الكسر، لأنه يعني كما قلت أنه ربما العمل المؤسسي يكون يعني محاطا ببعض القيود التي تحد من عمله ومن انتشاره ومن الوصول إلى الكثير من الأحداث والكثير من الفعاليات. أما المواطن فهو موجود في كل مكان. نعم. ومع تنوع وسائل التقنية يعني لا أظن أن هناك يعني وقد يستطيع المواطن. نعم. أن ينشر بعض الأشياء في شيء من التخفي والغموض أو تحت أسماء مستعارة. نعم. أو كذا. بالضبط. يعني عندهم. نعم. من الوسائل الدفاعية ما تجعله يقول ما يريد. نعم. ولا يعرض نفسه للمساءلة، بل الأكثر من ذلك أنه بعض يعني المؤسسات الإعلامية الكبرى والقنوات الفضائية الكبرى بدأت تأخذ من إنتاج هؤلاء المواطنين الصحفيين وتنشر وتنسب. نعم. إليهم. والله طبعا تعلمنا كثيرا أن الشعراء يعني إذا كانوا في كل واد يهيمون فإنهم يستطيعون أن يعني يلبسوا من الحلل التي تقيهم شر البرد والحر الكثير يعني. أحمد أمير الشعراء أحمد شوقي مثلا عندما أراد أن يتحدث عن السياسة ويتقي شر أو غضب الملك والحكومة تحدث عن مثلا في الحيوانات، فتحدث عن الثعلب والديك وتحدث عن الفيل والأسد وتحدث، فأخذ هذا المنحة
في الحديث عن عبر وعظات من الحيوانات ومن حكم الغابة ومن مش عارف إيه، وتحدث في شعر الأطفال كثيرا أيضا، وله مغزى سياسي واضح جدا يكاد يقول يعني هذا ما أقصده، ولكن لم يستطع أحد أن يأخذ عليه مأخذا يعني. وكثير من الشعراء فعلوا مثل هذا يعني. هذا عن أحمد شوقي وعن بعض الشعراء في 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 عصرنا هذا. هل استطاع الشعر السياسي أن يعبر عن آلام وآمال الأمة ويرصد تاريخها؟ نعم، أن الشعر الغنائي كلون من ألوان الشعر استطاع أن يؤسس لهذا التأريخ الشعري الثقافي لتاريخ وحياة الأمة، واستطعنا أن احنا نحصل على بعض القصائد. يعني إذا أردت مثلا أن تتحدث عن سقوط بغداد، فهناك كم هائل جدا من القصائد التي تحدثت عن هذا اليوم وهذا الموقف، تستطيع من خلالها أن ترصد الأحداث والأشخاص والموقف والتاريخ وكل شيء من خلال هذا المداد الشعري الذي يمكن أن تحصل عليه. هل الشعر والشعراء يأخذون حقهم إعلاميا؟ نعم. هل الكلام اللي بتقولوه كشعراء بيوصل لكل الناس، ولا هو حبيس بعد أن كان حبيسا في صدوركم أصبح حبيسا في أوراقكم؟ في الحقيقة يعني لازال كلام الشعراء والنخبة المثقفة عموما يعني هو كلام مص شفاف، يعني الناس بتسمعه وتقعد تمصمص شفايفها حزنا وألما وغضبا، لكنه لم يصل بعد إلى مرحلة التأثير الفعلي والتأثير القوي على القرارات، سواء قرارات سياسية أو اجتماعية أو قرارات تخص المواطن يعني بشكل مباشر. الذي يستطيع أن يفعل ذلك هم أصحاب الشأن السياسي، سواء كانوا في المناصب الإدارية أو القيادية أو هكذا. لكن لا يزال لسان المثقف أو صوت المثقف لا يزال هو صوت ضعيف لم يصل بعد إلى أذان متخذ القرار. هل هذا الضعف لأن صاحب الصوت ضعيف، أم لأن الوسيلة التي توصل الصوت هي الضعيفة؟ يعني هل الشعراء هم الضعاف، أم أنهم عندهم من القوة والتعبير ما يؤهلهم للتعبير عن قضايا أمتهم، ولكن الإعلام لا يسمح لهم بتوصيل ذلك؟ لا لا لا، لا يزال الشعراء بخير ولا يزال الشعر بخير. ونستطيع أن نأخذ مثلا إذا تحولت إحدى هذه القصائد مثلا أو إحدى هذه الأسجال إلى أغنية أو إلى أوبريت أو إلى ويشاهده المجتمع، تجد أن له تأثير شديد جدا على المجتمع، وهناك أشياء كثير تغيرت وتأثرت لما شاهدنا الأوبريت الفلاني أو الأغنية الفلانية أو الحدث الفلاني عندما عبر عنه بطريقة غنائية أو طريقة فنية معتبرة ومحترمة أو مسرح شعري أو ما إلى ذلك. القوالب التي نستطيع أن نصيغ فيها أشعارنا هي التي يمكن أن تكون قوية وتؤثر أو تكون ضعيفة لا تؤثر. طيب، هل هذه الأشكال اتخذت وضعا الآن وأصبح لها تأثير؟ تأثير نوعي إلى حد ما، ليس تأثيرا قويا بهذه الدرجة التي يعني يمكن أن تكون يعني مؤثرة في المجتمع بشكل قوي، لأن لازالت المقالة ولازال الحوار التلفزيوني ولازال هناك قوالب أخرى من العطاء الثقافي أكثر وأكبر وضوحا وتقدم واقع المعبر عنها أكثر من الشعر الآن في العالم المعاصر. نختم بأبيات تتحدث فيها عن فلسطين. نور شمع الغزة لغزة، هي الشمع في ليل الكل، هي جزيرة العزة الباقية من أوطاننا في بحر الذل، غزة اللعنة على المحتل، غزة أمل، غزة حكاية شعب بطل، غزة الفزة السور العالي اللي تحدى طوفان الخوف، غزة دي أختك سامع صوتها، أيوة ده صوت مجروح ملهوف، بص في عينها لو فيك نخوة، افتح عينك لحظة وشوف، وزرف دمعة عجز عشانها، واصرخ حتى بصوت مخنوق، اصرخ يمكن بكرة نفوق، واوعى تخاف إعصار لو عالي، مهما هيعلى ربنا فوق، مهما هيعلى ربنا فوق. ربنا فوق، فعلا ربنا فوق. وهذا أجمل ما نختم به هذه الحلقة الممتعة الجميلة اللي في آخرها بنشكر الشاعر الجميل صلاح جلال، والشكر موصول لكم مشاهدين الكرام. نشكركم على حسن المتابعة والمشاهدة، وإلى أن ألتقي بكم في حلقة أخرى مقبلة من نسمات. لكم مني أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.